عشان الكلام الحقيقي انت ما ممكن تنسى حقوق وانت تقول انا سوري. كلام ده كلام عجيب جدا. نحن ماشيين قدام ونحن جينا هنا قدامكم هنا. نحن ما بكلم كتير. في كل سنه بيجينا لنا من نادل في خرطوم اولاد البلد كل زول هم راكبين جمل واحد ده يقوم وده يركب ونحن بننزل وده يركب لا هذا هم اللي انتهى وشكرا. I'm not gonna lie.
اولا انا مبسوط اليوم عشان نكون هنا في فنيدو المعسكر بتاعكم معسكر بتاع الشعب بتاع السودان الجديد بتاع جيش الاحمر انا مبسوط معكم انا عاوز نسلم السادسه بتاعكم بيشتغل نهار وليل عشان يعلمكم الامهات بتاعكم القاعد معكم وانتم اللي عملتوا شغل الكثير ده انا عاوز نقول مبروك عليكم عشان انا كنت هنا السنه اللي فاتت بالضبط بقى السنه وقد انا كنت هنا معكم والظروف زمان ذاك كانت ظروف صعبه لكن قدرتوا يا وانتم عملتوا البيوت بتاعكم عملتوا مدارس بتاعكم وانتم هسه قاعدين في محل كويس وقد انتم جيتوا محل كان قابل ساكن كان ما في حاجه هنا زي ما انتم بيعرفوا لكن كل حاجه بمشي براء بمشي شويه زي ما انتم عملوا قبل في الالعاب بتاعكم بدا بيبونيا وشالوت ماشي لحرب ونشاب وماشي للكلاشينكوف ماشي للسلاح ده التصليح بتاع الجيش والنضال بتاع التاريخ عبر التاريخ فانتم اسستوا فنيودو ده بيبوني قدرتوا فنيدو هسا بقى محل بقى مدرسة وانتم بداتوا المدرسة ده عندكم هسه في المدرسة ده في اليوث سنتر عندكم سنة واحدة بس وياو انتم بقيتوا كويسين السنة الجاية تاني انتم بكون احسن بالكثير عشان حاجات تمشي بتدرج يا
السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت وكذا أنا جيتوني أغلبية بتاعكم تقريبا كان كله انتم كان ريانين كان ما فيكم ماشي لكن هسه ده انتم لابسين السنة اللي فاتت انتم المدرسة كان ما بدأوا يا دوب بدأت انتم ما عارف حتى اي بي سي هسه انتم بيعرف كل الاي بي سي مين عملنا اي بي سي السنة اللي فاتت كل زول بيعمل اي بي سي بتوع براو هسه مش كده؟ فانتم ماشيين قدام ماشيين قدام للسودان الجديد وانتم يا بكون كوادر انتم يا بكون مهندسين بتاعنا انتم يا بكون دكاترة بتاعنا انتم يا بكون نجارين بتاعنا انتم يا بكون ناس بتاع كل شغل مزارعين بتاع السودان الجديد فانتم عامل شغل بتاعكم كويس انا قلت السنة اللي فاتت يعني عندكم شغل بتاع المدرسة انتم قاعدين يعملوا هسه وعندكم شغل لازم تشتغل باليد بتاعكم وعندكم تدريب العسكري عشان انتم جيش انتم جيش عمر انتم جيش الشعب وانتم هتجي ورانا وانا يا وقائد بتاعكم بتاع الجيش الاحمر مباشرة التدريب ده انا هنمشي فوقه انتم قدرتوا التدريب العسكري انا بعمله بعدين بصفه رسميه عشان كل زول يكون مدرب ويكون عسكري وانا بخرج انتم وتستمر مع المدرسه انا بخرج انتم وتستمر مع المدرسه الجيش الاحمر في الميدان ميدان بتاع القتال الجيش الاحمر اننا دربناه في بونغا هما نعمل كويس في الميدان يوم داك انا قمت من منين ان الجيش الاحمر في شرق الاستوائيه في محل اسمه لبلوى قريب مع توريد 9 كيلو من توريد الجيش الاحمر قاعد هناك زمن طويل او قاعد بتوم كان كابتن كندي وقاعد مع الجيش الاحمر شهور ومن قاعد هناك ومن ضرب عدو تمام كان في كونفوي جاي من توريد لكيالا قبل ما نشيل كيالا الكونفوي ده كان اسمه ابن الوليد ابن الوليد الجيش الاحمر يا وسادته هم قبضوا الجيش الاحمر قبضوا دبابات قبضوا جريدر وقبضوا مجروس عربات ده في لبلوى 9 كيلو من توريك فانتم بيعملوا شغل كويس هنا برضو الجيش الاحمر في الميدان بيعمل شغل كويس لان برضو هنجيب هنا عشان هم يستمر مع المدرسه فالشكل بتاعنا والهداف